مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتها وشلون. اليوم الموضوع مالنا موضوع اللي كل المبرمجين يختلفون عليه، وهو لغات البرمجة. هل صدق في لغة أحسن من لغة ثانية؟ هل البايثون أحسن من السي بلس بلس؟ هل السي بلس بلس أحسن من الجافا؟ خلونا نعرف صدق هاي الأسباب والتفاصيل. طبعا في البداية كان عندنا لغات جدا تعتبر لو ليفل، معناته قريبة من البروسيسر، قريبة من المعالجات اللي عندنا، وقريبة من الهاردوير. أكبر لغة معروفة اللي يسمونها الأسمبلي، ومعناته أن أنا على أساس أتحكم وأسوي لي برنامج لازم أكتب برنامج يتحكم في التفاصيل اللي موجودة داخل المعالج، شلون البيانات أحركها من شغلة يسمونها ريجستر، ريجستر ثاني اللي هي المساحات اللي موجودة داخل المعالج عندي. زين، فهاي النوعية من الكنترول والباور جدا مفيد حق بعض التطبيقات. مثلا إذا أنا بسوي لي نظام تشغيل، بغيت أسوي لي نظام جدا سريع، مثلا بارتات معينة داخل تصميم الألعاب، فأي أحتاج أستعمل الأسمبلي. لكن الأسمبلي ما أقدر أستعملها داخل تطبيقات حديثة، مثلا لو بسوي لي برنامج يستعمل، خلينا نقول برنامج له علاقة بالبنوك أو شيء حق شركة، ليش بستعمل أسمبلي؟ ما أتوقع بستعمل لغة لهالدرجة صعبة حق برنامج يحتاج أني أنا أكون وايد يعني أسوي شيء complicated فيه، عرفته؟ في عندنا لغة السي والسي بلس بلس اللي هم عادة يستعملونهم مع بعض. هذين اللغتين وايد يعني المميز فيهم أن أنت كأنك قاعد في النص، لا وايد وايد لاصق في البروسيسر أو المعالج، ولا أنت وايد هاي ليفل فوق اللي ما قاعد تدري عن الهاردوير مالك. فش يصير؟ عندي القوة أني أقدر أتحكم شلون أحجز الذاكرة داخل الكمبيوتر مثلا، وهذه واحدة من التطبيقات اللي جدا مهمة في تصميم الألعاب، وأقدر حتى أكتب أسمبلي داخل السي بلس بلس. إنزين، وهذا الشغلة ما تحصلها في معظم اللغات، أني أنا أمكس مثلا بين اللغتين. والحلو في ذي الشيء ان انا عندي القدره والقوه كامله على الكمبيوتر، اقدر اتحكم في الميموري مثل ما قلت، اقدر اتعامل مع الاجهزه دايركت، الكود مالي يصير وايد سريع في السي والسي بلس بلس. انزين، لكن من المآخذ في السي والسي بلس بلس لازم تكون متمكن من اللغه وايد وايد على اساس تعرف تستعملها صح. اذا تحجز ذاكره مثلا وما تصرف الذاكره مالتك، عاري البرنامج مالك يكبر في المساحه داخل الميموري او الذاكره، ومره واحده يوقف البرنامج، وحتى الكمبيوتر يشير اذا تغلط مثلا. فهاي النوعيه من المسؤوليه موجوده في هاي اللغات اللي مثل السي والسي بلس بلس. في عوالم يقول لك انا ما ابي اعور راسي بتفاصيل السي والسي بلس بلس والذاكره ذلين، ابي اروح حق لغه شويه ارفع تخليني افكر مثل ما نقول على المنطق او البزنس لوجيك مالي، بدون ما انا افكر في التفاصيل الذاكره وهاي الامور اللي وايد لو ليفل. لغه مثل هاي اللغات عندنا مين؟ عندنا مثلا لغه الجافا، وعندنا لغه البايثون اللي يعتبرون في الطبقه اللي هي رفيعه. والفكره منهم ان هم شو يقولون؟ يقولون المبرمج خلاص ما يحتاج يركز على التفاصيل اللي ليفل، شلون يحجز الذاكره، شلون يتحكم في مثل ما قلنا، يعني ما يحتاج يكون وايد لو ليفل اساس يتحكم فيها. تقدر بس تركز على البزنس لوجيك مالك او المنطق اللي علاقه في البزنس، فبالتالي تفكر في الشغله اللي تهمك بس، وتخلي الكمبيوتر بروحه او اللغه تحجز عنك الذاكره وتاخذ كل هالتفاصيل اللي انت كمبرمج غني عنها، ما تبي تعرفها ولا تعور راسك عليها. طبعا البايثون شوي تختلف عن الجافا، بحيث ان البايثون اسهل وايد مقارنه بالانجليزي وايد، يعني حتى الكتابه مالتها وايد اسهل حق الدراسه والنظر. فمعظم اللي يدرسون البايثون تشوفونهم ياخذونها على هاي اللغه تقريبا في يوم واحد، واذا انت كلش متاخر ويبي لك وايد وقت في يومين عارف اللغه، عارف شلون تستعملها. وعاده البايثون هي اللغه الرسميه حق الدخول حق عالم البرمجه اذا انت كلش ما تدري وين تبدي. والحلو في البايثون ان العالم مال تعلم الاله، المجتمع مال تعلم الاله، المجتمع اللي علاقه بالالكترونيات وايد يرغب حق البايثون، انها سهله، ومثل ما قلنا ما تتطلب ان انت تكون كمبيوتر جورو على اساس تعرف شو تسوي. طبعا السؤال الحين اللي يطرح نفسه وبقوه، هل في لغه احسن من لغه ثانيه؟ الجواب الحقيقي ان ما في لغه احسن من لغه ثانيه، كل لغه متمكنه داخل خلينا نقول الفيلد مالها والتخصص الخاص. مثلا اذا انا ببرمج اوبريتنج سيستم، معظم الوقت بحتاج اني استعمل اسمبلي حق شغلات جدا معينه تتعامل مع المعالج. لكن لو بدي اشتغل على نظام التشغيل حق بعض الوظائف المهمه، بقلب الشغل مالي حق السي والسي بلس بلس. وهذه للعلم من السوالف اللي ركزنا عليها يوم تكلمنا عن نظام التشغيل اللي اسمه لينكس، ففي ميكسينج بين السي بلس بلس والاسمبلي حق بعض الكيسز. لو بسوي لي لعبه مثلا بحتاج اني استعمل سي بلس بلس،
لأن ما أقدر أنزل وايد لو ليفل كل حزة، يمكن في بعض البارتات المهمة، بس بشكل عام أبي performance، أبي أداء جدا ممتاز حق اللعبة، وفي نفس الوقت أحتاج أتعامل معها بطريقة معينة كأنها هاي ليفل. وإذا نتكلم عن البزنس، معظم الوقت البزنس ما يفتكر بالperformance كثر الأمور اللي تعتبر real time مثل الألعاب وذلين، فعادة يستعملون مثلا جافا، والجافا للعلم هي اللغة الرسمية داخل البنوك والشركات المالية. لكن إذا أنت جاي حق مجتمع التطوير اللي علاقة مثلا بتعلم الآلة، حب تحط يدك داخل الرازبيري باي، تحط يدك داخل الأردوينو، عادي تستعمل البايثون، لأن المجتمع ماله already يعني مثل ما نقول متروس، غني بالمعلومات والمكتبات البرمجية اللي فيها وايد تفاصيل. ففي النهاية أبيكم بس تعرفون ما في لغة أحسن من لغة. إحنا ساعات نسالف بين الشباب، أنت غاشم أنا ترى هاي اللغة مو زينة، هاي اللغة مثلاً كاترة، لكن الواقع أن كل لغة لها هدفها الخاص، زين؟ ففي النهاية لا حد مثلاً يستسرع وينفعل إذا صارت السالفة بينك وبين رابعك على أي أحسن لغة، ترى كله ما يفرق. في النهاية الهدف مالك هو اللي يحتم عليك تستعمل أي لغة. وأشوفكم في الحلقة الجاية.